ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع الفقرة الرياضية الثابتة اللي بنقدمها لحضراتكم كل يوم، واللي بنتعرف فيها على أهم التمارين اللي نبدأ بيها يومنا وتخلينا نحافظ على لياقتنا وصحتنا. النهاردة هيكون معانا كابتن هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية. تعالوا نشوف مع بعض هيقدم لنا التمارين ايه ونرجع نكمل تاني. يا صباح الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. صباح الرياضة، صباح الحيوية. احنا كل مرة متعودين نعمل تمرينات بالادوات البسيطه، ازازه ميه، دمبل خفيف، فعايزين ننوع شويه عشان الدنيا تبقى مختلفه معانا ونستفاد اكتر. فانا قلت اجيب لكم النهارده رابر باند او اللي هو الاستيك ده. ده بسيط قوي وثمنه برده بسيط، نقدر نجيبه ونتمرن بيه. يعني الالوان بتاعته دي عباره عن مقاومات، كان زي ما احنا بنشيل كيلو او 2 كيلو او 3، الالوان ليها علاقه برده بالمقاومه. اجيب يعني اخف حاجه عشان انا اقدر اعمل بيها التمرينات بتاعتي. انا جبت ده معايا بالذات ليه؟ عشان خاطر اقدر اعمل بيه تمرينات للجسم كله، مش لمنطقه معينه بس، اقدر استفاد لكل عضلات الجسم واعمل بيه تمرينات بسيطه وسلسه في البيت برده، ومش هنصعب عليكم حاجه. نقدر نقول بنستخدمه ازاي؟ همسك الرابر باند بتاعي. نبدا بقى التمرينات بتاعتنا. هلف ورا ظهري، اوكي، وامسكه وليكن من هنا، عشان طبعا حسب كل واحد وطوله. انا على طولي همسكه من هنا، حد تاني اطول هيمسكه من هنا. همسك الرابر باند، حطيته على ظهري اهو، هقفل وهفتح، هقفل وهفتح. ده تمرين لعضلات الشست، اوكي. اعمله تاني، حطيته اهو في ظهري، هقفل وهفتح. اعمل 10 عدات، 2 3 10، خلاص، واستريح شويه واكرر ده 3 مرات، اوكي. انا عملت تمرين للشيست. نعمل تمرين كمان للشيست برضو في ظهري اهو، واعمل تشيست بريس. اعد 10 عدات، اوكي، واستريح واكرر ده 3 مرات. ادي تمرينين للشيست اهو، اقدر اقوي بيهم عضلات الشيست. للعضلات الشيست عنده ضعيفه وعاوز دايما يخلي شكله كويس ومقبول. نعمل تمرين تاني لعضلات الظهر. همسك برده الرابر باند، هحطه بقى في رجلي من تحت، هدوس عليه برجلي الاثنين، اوكي، وامسكه من طرفه. هعمل واحد، بصوا، هسحبه لجنبي، واحد اثنين. انا مايل لقدام سنه زي ما انتم شايفين، وكاني قاعد لورا شويه وبسحبه، كوعي في جنبي. واحد، 2، 3، اعمل 10 عدات، اوكي، اعمل 10 عدات واستريح واكرر ده 3 مرات. ده تمرين كويس قوي. تعالوا نعمل تمرين للكتف، يلا بينا. نفس زي ما انا واقف، اوكي، اهو لو شايفين رجليا محطوط اهو فيها الرابر باند، وهمسكه من اليد بتاعته واعمل التمرين اللي هو الفلاي او لاترال ريز. واحد، 2، 3، عد 10 عدات، اوكي، واستريح اكرر ده 3 مرات، اوكي. نعمل تمرين تاني برضو للكتف. بدل ما كنت برفع ايديا للجنب هرفعها لقدام. واحد، 2، اعد 10 عدات واستريح واكرر ده 3 مرات. اظن كويس قوي انا شغلت عضلات الابر النهارده، الجزء الكبير بتاعها زي عضلات الصدر، عضلات الظهر، عضلات الكتف، كويس قوي. طيب تعالوا نعمل بقى حاجات لعضلات الدراع عشان ما ننساهاش بالمره. نفس الوضع برضو، انا دايس على الرابر باند، هعمل باي كيرل اللي هو بطن ايدي بقى. واحد، 2، برضو اعد 10 عدات. ما تنسوش في كل طلعه من دول انا بخرج النفس اللي انا باخده وانا تحت. اعد 10 عدات وبعدين استريح واكرر ده 3 مرات. ده تمرين كويس قوي لعضلات الدراع. نعمل برضو حاجه، احنا ده الباي، الجزء الامامي من الدراع. نعمل بقى للتراي، اوكي، همسك الرابر باند كده اهو من ورا، وكاني دراعي اخره اهو، متني هو عند دماغي. اطلع فوق بقى، اشد لفوق،
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أعد 10 عدات وأكرر ده 3 مرات. أظن تمرينات بسيطة مررنا بيها عضلات الجسم اللي فوق الأبر بادي كله، نشطناها لو إحنا بنعمل 10 عدات 3 مرات في كل حاجة، وبستريح كويس هعمل تقوية لعضلات الأبر بادي بشكل كويس جدا. لو حاسس إن العضلات دي محتاجة أعمل لها تحمل أكتر، ممكن بدل ما أعمل 10 عدات أعمل 12 أو 15 عدة واستريح، برضو هيبقى العضلات دي فيها تحمل أعلى شويتين. ده تمرينات مقبولة وكويسة وبسيطة، وما اتحركتش زي ما انتوا شفتوا من مكاني. بعد ما اخلص التمرينات بتاعتي دي هعمل بقى شوية استرتشات بسيطة افك بيها اللي انا عملته كله. فلو بديت استرتشات للعضلة الكبيرة للظهر، هزق نفسي لقدام زي ما انتوا عارفين، او خليني بالجنب اهو اهو. 20 ثانية او 20 عدة افك بيهم عضلات ظهري. للشيست احاول اشبك ايديا ورا وارفعها فوق واشد الشيست بتاعي لورا، حسب بقى كل واحد والمرونه بتاعته. في ناس تقدر ترفع دراعها لفوق شويه، ده كويس. وبعدين الباي زي ما اتفقنا، همسك من هنا واشد دراعي عشان اعمل له ستريتش عشان افكه، اوكي. والتراي نفس الفكره كده اهو، وبزق بزقه من هنا لورا على قد ما اقدر. خلصت ستريتشات، فكيت جسمي كله بعد التمرين كويس قوي. ان شاء الله المره الجايه نعمل تمرينات بنفس الاستيك او الرابر باند لللور بارت بتاع الجسم عشان نبقى شغلنا الجسم كله. صباح الخير عليكم، ويا ريت تنفذوا ده، ما تنسوش هيفرق معاكم جدا. ده المستوى اللي بعد ازايز الميه اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا.